عارف عشان تقدر تحس باللي بقول عليه. تعال حط بالك كده تكون يا عيني ايه وقعت في خطيه القتل وقتلت واحد. فجاء على طول البوليس اخذك على النيابه والنيابه للقاضي ووقفت قدام القاضي اعترفت بخطيتك انك انت عملت ايه؟ قتلت واحد. فالقاضي يقول حكمت المحكمه حضوريا بعد ثبوت كل الادله واعتراف المتهم بخطيه ولا بجريمه القتل، حكمت المحكمه على المتهم فلان الفلاني بالاعدام شنقا. كده يبقى فلان ده مكانه فين؟ في التربه، مش اعدام شنقا. يبقى ده اخرته ايه؟ رايح على فين ده؟ على القبر، على الموت. وتعد الايام ويلبسوه البدله الحمراء ويجهز حاله ليه؟ خلاص رايح في ما بيرجعوش منه، رايح خلاص هيخلصوا عليه. وشويه ويطلع واد محامي حلو كده يروح يرفع القضيه للاستئناف ولا لمحكمه النقد العليا ويقول ايه؟ وحيثيات القضيه ويقدمها قدام القضاه الكبار قوي دول بقى اللي هم اكبر ناس في البلد. واللي دارس قانون عارف انه ما في حكم اعدام على واحد غير لما يوقع على الورق الاعدام 13 قاضي. ده هم اللي قايلين، مش انا يا دوبك عرفت بس المعلومه. يمضوا 13 قاضي عشان يحكموا بالاعدام على واحد. ويجي في محكمه النقد العليا يجي قاضي يقول انا مش مرتاح لموضوع حكم الاعدام ده، انا ما موافقش. احنا 12 موافقين، يقول انا مش موافق. يقول له طب نعمل ايه؟ ياخد تأبيده. يعني يقعد 25 سنه سجن او اكتر لحد ما يموت يعني. ويجي يتحول الحكم من اعدام لايه؟ لتأبيده. فيقلع البدله الحمراء ويلبس البيضه ولا الزرقاء؟ البيضه. وشويه ويجي الريس يحنن قلبه ويدي اعفاء رئاسي. تيجي حضرتك من اعدام لتأبيده واسمك ينزل في السجلات واطلع عيش من جديد. ايه رايك؟ ايه رايك بقى في الحريه والفرحه دي كلها؟ فرحه ولا مش فرحه؟ فرحه عاليه ولا فرحه متوسطه عاديه؟ ده غامره، ده ادى حياه. طب ما ده حالي وحالك. لما نيجي عند قدس ابونا ومايل راسي رايح فين يا ابونا؟ اقول له يا ابونا حللني يا ابونا، حللني يا ابونا. ايه يا ابونا؟ في ايه يا ابونا؟ حللني يا ابونا عشان انا خاطي. جاي اعترف لربنا في ودن ابونا واسمع الغفران من ربنا من لسان ابونا. ابونا يقول لي ايه؟ ابنك فلان ان كان اخطا اليك بشيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس. ايه يا ابونا؟ يقول انا عشان ادي لك براءه كامله. فابنك فلان يا رب انت كصالح ومحب للبشر اللهم انعم عليه بايه؟ غفران الخطايا. ما الملك جاي متنكد عليك ليه ومش عايز تفرح ليه بس؟ احنا جايين مثقلين بالهموم والنكد مالينا ليه بس؟ ده نيجي ندخل الكنيسه ناخد ايه؟ غفران خطايا؟ طب ما ده مش يفرح قلبنا؟ تبتهج روحي بالله مخلصي، دي مش بالكلام، دي بالحياه، دي بالعيشه. اللي يجي الكنيسه يقدم توبه ويعترف اعتراف صادق ويبعد عن كل خطيه ويقول له يا رب توبني فاتوب، ده ياخد غفران خطايا.